اهلا بيكم يا صحابي. النهاردة الرمل الشقي بتاعنا جاي وهيحكي لنا حكاية جميلة، تعالوا بسرعة نسمعها ونشوف فيها. لما بابا يسوع اتولد من ماما العذراء، حب يعلن لكل الناس مجيء ميلاده المجيد. هنشوف الملاك جبرائيل وهو بيبشر الرعاة وبيقول ليهم ان في ملك اتولد وهو المسيح الرب. في نفس الوقت ده نلاقي نجم بيلمع في السماء، بس مش اي نجم، لا ده نجم مختلف عن كل النجوم. وشافوا مجموعة من المجوس، والمجوس دول مجموعة من العلماء بيهتموا بدراسة النجوم والكواكب. ولما شافوا النجم ده عرفوا على طول ان في حاجة مهمة جدا حصلت، وهي ان في ملك اتولد. وبسرعة اخدوا حاجتهم وفضلوا ماشيين ورا النجم الغريب ده. سافروا من بلادهم في المشرق لغاية لما جم لبابا يسوع. طبعا المسافة دي يا اصحابي كانت كبيرة جدا، علشان كده مشوا المجوس حوالي سنتين لغاية لما وصلوا لأورشليم. وعلشان هما بيدوروا على ملك اتولد، فما لقوش قدامهم إلا الملك اللي كان على مدينة أورشليم في الوقت ده، وكان هو الملك هيرودس. وفعلا دخلوا وسألوا: يا ترى فين المولود ملك اليهود؟ احنا شفنا النجم بتاعه في المشرق وجينا علشان نسجد له. وهنا بقى يا صحابي لما سمع الملك هيرودس الكلام ده اتضايق جدا، لأنه هو الملك وخاف ان الملك بتاعه يروح لغيره. وبسرعة سأل رؤساء الكهنة والكتبة وقال لهم: فين هيتولد المسيح؟ في بيت لحم اليهودية يا مولاي. بعد كده راح هيرودس بعت المجوس لبيت لحم وقال لهم: روحوا دوروا كويس، واول ما تلاقوه تعالوا بسرعة قولولي عشان اروح انا كمان واسجد له. طبعا لازم اعمل كده. وفضل النجم ماشي 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 قدامهم، والمجوس يمشي وراه لغاية لما وقف النجم عند البيت اللي فيه بابا يسوع. ففرحوا المجوس جدا لأنهم وصلوا وأخيرا هيشوفوا ملك الملوك من بعد السفر الطويل قوي ده. وفعلا دخلوا البيت وقابلوا ماما العذراء وسجدوا للطفل يسوع، وكمان قدموا ليه هداياهم اللي كانت معاهم. وكانت الهدايا دي يا صحابي عبارة عن ذهب ولبان ومر. الذهب لأنه ملك الملوك، واللبان لأنه كاهن، والمر رمز للألم والصليب. بعد كده المجوس حلموا هم نايمين بأنهم ما يرجعوش تاني لهيرودس، ورجعوا لبلدهم بس من طريق تاني. وهنا بقى ظهر ملاك الرب ليوسف وقال له: قوم يا يوسف، قوم وخد الطفل يسوع ومريم العذراء واهرب لمصر. وفعلا قام يوسف وسمع كلام الملاك علشان تتم النبوة اللي بتقول: من مصر دعوت ابني. اما هيرودس اتغاظ جدا جدا لان المجوس مرحوش ليه، وعلشان كده امر وقال: اقتلوا كل الاولاد من سن يوم واحد ولسن سنتين. كان هيرودس يا صحابي خايف على ملكه انه يروح منه، علشان كده امر بقتل كل الاولاد اللي في سن الرب يسوع علشان يضمن انه اتقتل معاهم. لكن الرب يسوع يا صحابي هو فعلا ملك الملوك، لكن الملك بتاعه مش هنا على الارض لكنه فوق في السماء. وده اللي ما كانش يعرفه هيرودس الملك. وبعد ما مات هيرودس ظهر الملاك مرة تانية ليوسف وقال له: خد الطفل يسوع وامه وتعالوا على الناصرة، لان الملك اللي كان عايز يقتل الصبي خلاص مات. وفعلا سمع يوسف كلام الملاك وجه على الناصرة علشان تتم النبوة اللي بتقول ان الرب يسوع يدعى ناصريا، يعني من مدينة الناصرة. زي ما المجوس يا صحابي قدموا للرب يسوع هداياهم اللي هي ذهب ولبان ومر، احنا كمان عايزين نقدم ليه هدايانا الكتيرة، بس مش لازم تبقى زي ما قدموا المجوس، لكن ممكن نقدم ليه اغلى حاجة عندنا، واغلى حاجة
هي قلبنا. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة من شقاوة رمل، لكن استنونا في حلقات تانية كتير جاية